السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في البداية برحب بحضراتكم جميعا وبرحب بالأستاذنا الكبير الدكتور حسن أبو سعدة. طبعا دكتور حسن غني عن التعريف، هو أستاذ حاصل على جائزة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم فرع المناهج التعليمية في منهج دورة، سفير ومترجم الرسمي ومدرب معتمد ومعد مواد تعليمية لمنصة أودو مودو العالمية، وحصل على دورة إعداد المدربين، والدكتوراه بتاعته كانت في الدراسات الاستراتيجية، وإن شاء الله هيكون معانا في كورس قوي جدا، وإن شاء الله يعني يكون من أفضل الكورسات اللي قدمتها فونكس أكاديمي وبيم أريبيا خلال الفترة السابقة والفترات القادمة بإذن الله، لدورة متكاملة لتعليم مهارات تدبر القرآن الكريم. طبعا خير ما نبدأ به مثل هذه الدورة وخير ما نبدأ به أي شيء هو القرآن الكريم. هنستمع إن شاء الله في مقطعين صوتيين لبعض الآيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ مصطفى نظمي جمهورية مصر العربية والقارئ الشيخ عبد المنعم جمال جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا لحضراتكم وإن شاء الله هنبدأ حالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتشرف إن أنا أكون معكم في هذه الدورة، وإن شاء الله يعني تكون استعداد لنا لإعادة التعامل مع القرآن الكريم بطريقة أفضل. يعني كلنا نتعلم من القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الهدى الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. في البداية أنا حابب إن أنا يعني أنا حابب هنبه لمجموعة من النقاط. احنا الدورة في البداية الدورة تفاعلية، يعني مش هيبقى الإلقاء من جانب واحد بس، فممكن التفاعل يبقى سواء
عن طريق الشات أو عن طريق تحت المايك اللي حابب يشارك لو الأكاديمية بتسمح بذلك. النقطة التانية طبعا إن إحنا المفترض إن كل واحد هيجهز المصحف معاه، لأن إحنا هنستخرج آيات وهنبحث مع بعض فيها، سواء يعني المصحف إلكتروني أو المصحف اللي هو موجود عندنا. فيعني إحنا ممكن في خلال لغاية ما نبدأ النقاش مع الناس نجهز المصاحف بتاعتنا. حابب برضو أتناقش معاكم على أهداف الدورة، يعني هو كل واحد طبعا إحنا أنا نص مرة وصلتني، بس عايز برضو أشوف تفاعل الناس هدفه من الدورة، وفي نقاط هننبه ليها، الفرق بين الدورة ومتطلبات تانية طالبينها، يعني مثلا زي التجويد زي التلاوة كده. فلو نبدأ التفاعل مثلا على الشات كده، هدف البرنامج بالنسبة لكم إيه؟ تمام، يعني الأستاذة ما تقول أن نكون قرآن يمشي على الأرض، الفهم عن الله سبحانه وتعالى، تدبر القرآن والإحساس بمعانيه، خيركم من تعلم القرآن، تعلم أحكام التجويد، هو تعلم فهم القرآن وتفسيره. تمام، تطبيق الآيات ممتاز جدا، فهمه والعمل به. تمام، تحقيق لأمر الله سبحانه وتعالى أفاق تدبر القرآن ألا يكون الهم هو آخر الصورة. تمام، طيب ممتاز جدا. يعني لو دي أهدافنا المبدئية، يبقى إحنا إن شاء الله في المكان الصحيح، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله هنعين بعض على ذلك. زي ما اتفقنا الدورة التفاعلية هيكون فيها تمارين أثناء المحاضرة، وتمارين هنطلبها بعد كده، عشان الدورة كلها إعمال للعقل، يعني تدريب للعقل على مهارات التدبر وكيف يعني نهتدي بهذا القرآن الكريم. اللهم صل على طب في البداية، يعني بالنسبة لموضوع التجويد، الدورة يعني لن تتطرق إلى جوانب التجويد، يعني إحنا ممكن هو التلاوة الصحيحة من شروط التدبر، ولكن إحنا في هذه الدورة لن نشرح أحكام التجويد، يعني ده خارج نطاق الدورة. إحنا عايزين نركز على جانب التدبر، لأن جانب التدبر قليل جدا الجهات اللي هي بتقوم بتدريسه أو بالتدريب عليه. يمكن أحكام التجويد منتشرة في أماكن كثيرة، وممكن إن إحنا يعني نشوف مع الأكاديمية أو كده أكثر من جهة تشوف دورات في الموضوع ده، لكن إحنا هنا هنركز على جانب التدبر. ومحتاجين عشان نتكلم عن التدبر نعرف إيه هو التدبر وإيه هو التفسير وإيه الفرق بينهم، وهل أصلا أنا مطالب بالتدبر ولا ده للعلماء فقط، لأن دي حاجات كتيرة ناس بتقع فيها، وناس بتخاف إنها تتدبر، يعني خشية أن يقول على الله غير عنه. فإحنا عايزين نشوف إيه أصول الموضوع ده. وفي البداية أنا بنصح، يعني زي ما بنصح من خلال 8 سنوات اللي فاتت، إن إحنا نستمع لرسالات القرآن للشيخ فريد الأنصاري. أنا هكتبها على الشات عشان الناس تبحث عنها بعد كده. الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله يعني عالج الموضوع ده بطريقة سهلة في 5 رسالات أبدع فيهم، ويعني عندما نستمع ليهم سنجد إن إحنا نبكي، إن إحنا يعني نتعامل مع القرآن الكريم وكأنه يعني كتاب عادي وليس كلام الله سبحانه وتعالى الذي يفترض أن يكون هو الهدى لنا. وناقش برضو الموضوع الفرق بين التفسير والتدبر، وده هنناقشه في خلال الدورة. ولكن أنا حبيت لمن يريد الاستزادة إن هو يستمع إلى رسالة القرآن للشيخ فريد الأنصاري، يستمتع بها جدا يعني. طيب إحنا أنا هلخص الأهداف اللي أنتوا قلتوها، والأهداف في أهداف أكتر من كده البرنامج يهدف فيه. يعني في البداية أنا عايز أعمل إعادة للبحث عن الذات في ضوء القرآن الكريم، أنا عايز أعيد اكتشاف نفسي بضوء القرآن الكريم. الذي خلقني هو من أنزل هذا القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان وهو أعلم الناس به،
وعندما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الهدى فهو لإصلاح هذا الإنسان والاستخراج الخيرية منه وخلافته في الأرض، اللي هو في البداية لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وسيدنا آدم. النقطة الثانية، كيف نحيا بالقرآن؟ يعني إحنا بنجد إن إحنا كثيرا ممكن نكون إحنا بنمارس العبادات بتاعتنا، طب في حد رفع إيده؟ هل الصوت مسموع يا جماعة ولا في مشكلة في الصوت مثلا؟ بس لو تكتبوا لي على الشات الصوت مسموع أو مسموع. تمام، طيب اللي رفع إيده ممكن أعرف إيه الطلب؟ في طلب معين؟ طيب إحنا هنكمل وهخلي في وقت للأسئلة. أعلي الصوت شوية، هو يعني هو معظم الناس إن الصوت مسموع عندها، فممكن تكون مشكلة عند حضرتك. لو تقدر تدخل تدخل تاني. الصوت مسموع عند الناس كويس، يعني معظم الناس كاتبين إن هو كويس. نعم، عشان أجيب ولاد ملابس ثاني. أيوة، لا ما ينفعش الزوم ده. طيب نكمل يا جماعه. فاحنا قلنا كيف نحب القران. الفكره ان احنا يعني ممكن معظمنا بيقرا القران الكريم، معظمنا الحمد لله يعني مواظب على العبادات وكده، ولكن للاسف ان احنا بنجد احيانا كثيرا ان في اختلاف بين السلوكيات والظواهر الايمانيه اللي موجوده. فيعني كيف نحيا بالقران الكريم؟ بدايه من يعني من اتخاذه هو منهج، يعني أتخلق بخلقه منهج محاسبة، لأن ممكن أنا أتبع هوايا بدون أن أعلم. فأنا أريد دائما مرجع لي، المرجع ده لازم أحاسب نفسي عليه، ولا يوجد أفضل من القرآن الكريم في هذا الأمر. كيف نتعامل بأخلاق القرآن؟ زي ما احنا قلنا كيف نحاسب أنفسنا بالقرآن، مهم جدا المحاسبة. يعني كيف نبني أسرتنا، يعني سواء من هو مقبل على بناء أسرة أو هو فعلا لديه أسرة ولكن يريد أن يرسخ فيها يعني تعليم الله سبحانه وتعالى وآياته، فإزاي نعمل الكلام دوت بطريقة عملية يعني. طيب البرنامج هيخلينا ان احنا البرنامج عملي بصورة يعني بنسبة 90%. الجزء النظري فيه يعني قليل جدا لتوضيح بعض المفاهيم وإزالة اللبس فقط، لكن البرنامج من بدايته إلى نهايته هو عملي. البرنامج تفاعلي، البرنامج فيه أكثر من مستوى طبعا حسب تفاعل الدارسين. كلما ان احنا يعني قمنا بالمطلوب مننا هنرتقي لمستوى أعلى، وانا معاكم ان شاء الله يعني لغايه ما انتوا تقولوا احنا خلاص احنا هنبدا نعلم الدوره دي. عايزين نعمل فهم اعمق وادق لمعاني القران الكريم، عايزين محبه قراءه القران والتامل في معانيه. يعني احنا ممكن نكون بنقرا، ولكن ممكن نكون بنقرا في الاوقات اللي هي يعني ما بنعملش فيها حاجه مفيده، يعني للاسف بعض الناس كده على هامش الوقت زي ما بيقولوا يعني. ولكن القراءة، لأن أنا أريد أن أتعلم القراءة، لأن أريد أن أهتدي القراءة، لأن أريد أن أتخلق بهذا القرآن، قليل من يفعل ذلك. عايزين نستخلص مناهج تطبيقية في حياتنا. يعني أنا دلوقتي أنا مهندس، أنا دكتور، أنا كذا، هل أصلا أن أنا يعني هل ممكن أن أنا أخلي أصلا مجالي ده هو ده مدخل الدين؟ هل ده ممكن يكون هو ده عبادتي؟ هل ممكن يكون ده جهادي؟ ولا أنا بمارس هو ده عمل دنيوي ينفصل عن الدين، فنجد ان هو بيعمل كمهندس ولكن يعني هو متدين، ولكن في الوظيفه بتاعته مش متدين قوي. فاحنا ازاي يعني نعالج الفجوه دي؟ ازاي بنبحث عن حلول لمشكلتنا؟ ازاي بيبقى لنا دور في هذه الامه؟ ان احنا الاسلام قوته ان هو يعني هو خلق امه،
الأمة تختلف عن الدولة. الأمة اللي هو المسلمين جميعا دول أمة، يعني كلهم، كل شخص فيه يعني مسؤول، وكل شخص فيه داعي، وكل شخص فيه ليه هدف، وكل شخص فيه محاسب، وفيه فرض عين وفيه فرض كفاية. وحتى الدول لما كانت بتضعف، كانت الدولة يعني سواء الدولة العباسية أو الأموية أو أي دولة في خلال التاريخ الإسلامي كله، كنا نجد إنها بعد فترة قليلة بتنهض دولة تانية، لأن الأمة هي الحية، يعني الأمة هي المبعث اللي هو الأمة بعلمائها طبعا. طيب نفهم إيه هو التدبر الأول؟ يعني أي حاجة عندما نبدأ نتناقش فيها بنقول يا جماعة هو إيه هو التدبر دوت، عشان يعني فبنعرفه إيه اللغة وعمليا إيه يعني. يعني إيه، أنا فهمت المعنى اللغوي، طيب عايز أتدبر بقى أعمل إيه؟ فالتدبر ده يعني من مصدر تدبر، الكلمة أصل الكلمة الدال والباء والراء، وهو تدل على آخر الشيء. طيب معناها العام التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه. طيب في المعنى الشرعي، أو اللي هو عايزين يعني إيه هو مثلا تدبر القرآن، إحنا بنتكلم في النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد. ده بينتج عنه إذا عملت كده يعني علوم نافعة وأعمال ذكية، اللي هو التزكية للنفس، وبناء عليه ببدأ إن أنا أطهر قلبي، فببدأ أستوعب هذا الهدى وأبدأ أتحرك بيه، فيأثر على جوارحي فيبقى يطابق قولي عملي، هو تحريك القلب بالقرآن. طب هو كده التدبر هو التفسير ولا يختلف عنه؟ هل التدبر يحتاج تفسير أم لا؟ طب المشكلة اللي الناس بتخاف تتدبر لأنها خايفة إنها تخلط بينه وبين التفسير، زي ما إحنا قلنا إن التدبر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني، يعني أنا بعد ما فهمت المعنى، بعد ما فهمت الآية هبدأ أفكر فيها، الآية دي عايزة مني إيه؟ يعني إيه اللي أنا محتاجه عشان أطبق هذه الآية؟ طيب كيف يعني تفعل هذه الآية وكأنها يعني تعامل مع الآية وكأنها أنزلت عليك، يعني سواء يعني هذا القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، وكانت مهمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو علينا كتاب الله سبحانه وتعالى ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا. تمام، فإحنا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفاه الله، ولكنه ترك فينا كتاب الله وسنة، فنحن مأمورين بحمل هذه الوحي اللي هو سواء القرآن أو السنة. طيب يبقى أنا عشان أوصل إلى ما وراء الألفاظ معاني، يبقى في البداية إن أنا فهمت هذا المعنى. يعني طيب يعني إيه فهمت هذا المعنى؟ يعني أنا ببدأ أتدبر بعد ما بفهم المعنى. التفسير هو المعنى، التفسير جاية من كلمة فسرة وهو المعنى بصورة ما، لكن أنا بتكلم هنا عن المعنى الإجمالي. يعني أنا مش لازم أقرأ تفسير السورة كامل في أحد كتب التفسير عشان أبدأ أتدبر. أنا عايز أتدبر آية، في آيات واضحة وصريحة والفهم فيها فهم مباشر، يعني الله سبحانه وتعالى يسر القرآن للذكر. فالآية، أنا قرأت الآية معناها واضح بالنسبة لي، فأبدأ. طيب أنا هل أن أول سؤال إيه؟ هل أنا فهمت هذه الآية؟ تمام، هل هذا الفهم فهم صحيح؟ تمام، بعد ذلك طيب بفيما تخاطبني هذه الآية؟ إيه، كيف أعمل بها؟ إيه، هل هذه الآية تحل مشكلة تواجهني؟ طيب هل هذه الآية أنا أوافقها أم أخالفها؟ يعني هل هذه الآية أنا أوافق الهدى الذي فيها فأستمر، أم أنني أخالف ذلك فأقول سمعنا وأطعنا وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأعمل به؟ هو ده يعني المعنى المختصر للتدبر. فزي ما احنا اتفقنا إن التدبر بيأتي بعد التفسير، هو فهم المعنى. تمام، طيب محتاجين نقطة مهمة جدا هنتكلم عليها، ودي ذكرها الشيخ فريد الأنصاري في الرسالة، وهي الإخلاص. يعني عشان أبدأ إن أنا يعني
أتدارس هذا القرآن الكريم وأجد الأثر فلابد من الإخلاص. الإخلاص ده بيكون بيني وبين الله سبحانه وتعالى، لكن أنا دايما لازم أراجع الموضوع، النية، الإخلاص بتاعي. إحنا بنشوف إن إحنا يعني يمكن بنقرأ القرآن من يعني سبحان الله الحمد لله، إحنا يعني ولدنا مسلمين، فمعظمنا بيقرأ القرآن من ولادته، يعني من بعد ما بدأ يقرأ، ولكن الأثر قليل. يعني الصحابة في منهم من استمع آية غيرت حياته، يعني هو لم يكن مؤمن أصلا فاستمع إلى آية فأصبح مؤمنا، ويعني وجاهد بنفسه وأمواله وترك كل شيء، سواء إن هو في البداية تركوا منازلهم وهجروا، أو إن هم بدأوا يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد إن هو استمع آية. إحنا القرآن الكريم موجود معانا، ومع ذلك الأثر أقل من المطلوب. طب في خلل موجود طبعا، إن هو الشيطان طبعا يعني، أو الهوى بتاعنا، إن إحنا ممكن الشيطان ليه مداخل كثيرة جدا في الإنسان أصلا. يعني الشيطان ممكن إن أنت تبدأ تقرأ تحاول إنك تفهم، فيبدأ يصرفك عن القراءة. إذا معرفش يصرفك عن القراءة بيبدأ يعمل حاجة تانية خالص. طب يعني إحنا ممكن إن أنت تزود الكمية قوي بحيث إن أنت تاخد سنة، ده حاجة كويسة جدا، ولكن يعني ما المانع أن يصاحب ذلك الفهم؟ يعني طب تخيل أنت وأنت بتقرأ مررت بآية تمام ثم خالفتها. يعني أنا قرأت الآية النهاردة، قرأت كمية كبيرة جدا، ولكن في التطبيق العملي أنا بخالف هذه الآية. طب هل هذه الآية تكون يعني تحسب لي أم عليا؟ يعني تزيين الشبهات والشهوات، قرناء السوء، شدة الغفلة، الوقت، مفيش وقت مناسب ما بختارش الوقت المناسب للقراءة. طيب في آيات حثت على التدبر، ودي مهمة إن إحنا نشوفها، لأن ده أمر من الله سبحانه وتعالى. يعني اللي إحنا بنقوله ده مش حسن اللي بيقوله أو عالم من العلماء بيقوله، ده أمر من الله سبحانه وتعالى. يعني قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آية أخرى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ففي الآية دي لما بحثنا فيها إن إحنا لقينا يعني المقصد إنزال الكتاب، ويعني من مقاصد إنزال الكتاب تدبر الآيات لنصل إلى الذكرى. تمام. طيب أنا عايز أقف هنا ونشوف، يعني إحنا وصلنا، هل إحنا فهمنا إحنا عايزين نعمل إيه، وهل في لبس بالنسبة لنا ولا لأ؟ فأنا هوقف الشاشة ونبدأ نتكلم. هل متاح أصلا مشاركة صوت للناس؟ ايوه دكتور، اي حد يعمل رايز هاند انا بفتح له المايك، هو بيضغط على المايك والمايك بيفتح. طيب احنا حابب هخلي 10 دقايق نتناقش فيها وبعد كده نكمل، عشان اول حاجة الناس ما يبقاش الكمية كبيرة، لازم نعمل فاصل بين المادة التعليمية. النقطة التانية ان انا اشوف انطباع الناس، ان في ناس هتخالف وناس هتوافق، فعايزين نشوف مين حابب يشارك يا جماعة. وزي ما احنا اتفقنا الدورة تفاعلية، فاحنا لازم نتفاعل اصلا. ماشي، اتفضلوا. باشمهندس محمود السلام اتفضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم. بداية الموضوع هاي لو مفيدة جدا واتضح لنا في الفترة الوجيزة ديت معنى التدبر بالمعنى اللفظي وبالمعنى الشرعي، وواضح إن احنا فهمنا إن احنا موضوع التفسير مختلف عن التدبر، والاثنين مسار واحد ما فيش تعارض، ان انا الاول اعرف معاني الايات وده بيجي عن طريق التفسير، وبعد كده تيجي مرحلة التدبر، ومش لازم اقرا تفسير القرآن كاملا عشان ابدا اتدبر فيه، انا مجرد ما افهم المعنى الظاهر لايات معينة، ودي كتير ممكن اتدبر منها عشان احكم على نفسي واحاسب نفسي عشان القرآن يتحرك فينا ويبان في اعمالنا وتصرفاتنا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
شكرا. باشمهندس حسن السيد اتفضل. انا كنت اقول نفس اللي قاله بس مش عارف والله اتكلم اقول ايه، بس وش جزاكم الله خير يعني على المبادره ديت، وهي حاجه حلوه يعني، وبالنسبه لشهر رمضان هتساعدنا جامد يعني ان الواحد يهتم طب بس بالنسبه بقى اللي مش ختم القران مثلا، انا مش جاوي بصراحه مش عارف الدنيا. لا انا ما فهمتش، كرر السؤال كده يا باشمهندس. بقول لك بالنسبه مثلا للي مش ختم القران يعني، هو مجرد يعني ايه مش ختمه حفظ يعني، اللي ما ختموش حفظ ولا اللي ما ختموش ايه؟ ما ختموش حفظ، ما ختموش مثلا في كتاب او اي احنا ما اشترطناش، بص احنا ما اشترطناش اي شروط للدورة، ولا حفظ ولا تجويد ولا اي حاجة، يكفي انك بتعرف تقرأ، وتعرفوا عن كلنا بنعرف نقرأ، يكفي اللهم صل. النية اصلا انك بتهدف انك تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم القرآن الكريم نفسه يعني أنزل منجما يعني، وكان ذلك لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل النقطة الصلاة الثانية والسلام. إن الله سبحانه وتعالى عاب على الكفار وعلى المنافقين عدم تدبر كتاب الله، أو يعني طبعا وقتها كانت آيات بتنزل. هو أنت زي ما قرأت الآية من شوية، أفلا يتدبرون القرآن أو على قلوب أقفالها، يعني الحقيقة يعني يا إما تتدبر يا إما قلبك هيبقى مغلق أصلا. ما هو صحيح، لأن ده الهدى أصلا. عندما يعني أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم يعني وعد يعني، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده من أول إنذار سيدنا آدم، والهدى ده جاء وحي للأنبياء، وإحنا الهدى بتاعنا هو القرآن الكريم يعني، هو خير كتاب يعني. تمام، علشان ما اطولش عليك دلوقتي، بس ارجو منك بس السلايد اللي انت بتشرح منه بتاع الباور بوينت ده يبقى ينزل على جروب الواتس لو ممكن. هو اللي انا عارفه ان المحاضرة هتنزل مسجلة، فكل الشرح ده يبقى موجود يعني، وفي تمارين ما تقلقش يعني، انت هتتعب معانا شوية. اللهم المستعان، ان شاء الله خير. ماشي، اتفضل. في مشاركة تانية؟ مين؟ اتفضلي. أستاذ نازين محي الدين، حضرتك ممكن تفتح المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. طبعا موضوع التدبر موضوع ضروري جدا يعني في وقتنا وعصرنا، لأن الاهتمام انصب بصراحة إلى يعني حفظ القرآن وتجويد الحروف، وهذا شيء يعني لا نقلل من شأنه، لكن ليست هي غاية في ذاتها، لأن القرآن نزل للتدبر والعمل. لكن يعني أحب أستفسر، هل يعني المقصود يعني من الدورة هو التدبر الفكري المعرفي العقلي، أم المقصود التدبر القلبي الذي يعني يكون فيها تفاعل في المشاعر للوصول يعني لتحقيق الهدف المرجو من الدورة؟ وضحي لي الفرق بين الاثنين، انت فاهماه ازاي عشان اعرف ارد عليك. افتهمه انه يعني الكثير يتكلم في التدبر والكثير يتكلم في الغايه من التدبر والمقصود، ويربط المناسبات الايات والصور والمواضيع، ويعرف يعني لماذا انزل القران. لكن اذا ناتي الى الجانب التطبيقي السلوكي الخلقي القلب الحي مع القرآن، نجد يعني الإنسان كأنما أكو فاصل يعني بين الجانب المعرفي للتدبر والجانب الروحي، خلينا نقول المشاعر يعني. هذا لاحظت من خلال يعني كثير الاستماع لمواضيع التدبر، فأصبح كأنها قضية فكرية عقلية كقضية معرفية، وأن يعني في نظري يعني كشعوري، لا أعرف إذا كان كنت صادقة أو لا، هو التدبر هو الوصول إلى التفاعل يعني تفاعل المشاعر، بحيث يعني إنه الإنسان يخرج يعني في حصيلة، إنه لأن هو الإنسان عبارة عن مشاعر بصراحة. تمام، يعني الإيمان هي حالة قلبية تمام روحية، نتفاعل مع الآيات هكذا لين فهمنا، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
تمام، خروا سجدا وبكيا، هذا المعنى المفروض يعني اللي يلمس شغاف القلب، وعلى أثر الإنسان يعني هذا الشعور راح يجعل من عنده يعني يتحول إلى سلوك بعد ذلك. أما أن يظل هذا التدبر في دائرة العقل والفكر والمعرفة، فأجد يعني لا أجد يعني لا أرى أنه راح نجد الغاية المرجوة يعني من التدبر، اللي هو من أجل أنزل القرآن ليتدبروا آياته. فما أعرف هل هذه الفكرة صحيحة أم خطأ. وصل المعنى. بص، الدورة دي طبيعية يعني بالدرجة الأولى. النقطة الثانية، أنا التعايش فيها هيكون مع القرآن الكريم، فأنا عايز أكتر وقت ممكن في التعايش مع القرآن الكريم. أنا هشبه مثال، يعني هو طبعا مع الفارق، ولكن يعني مثلا عندما نقرأ قصة ونتعايش معها، ممكن القصة دي هي قصة مش قصة دينية، ومع ذلك ممكن من خلال التعايش معها بنجد إن المشاعر بتاعتنا تأثرت، ممكن بعض الناس يبكي، ممكن. فإحنا محتاجين أصلا نتعايش مع هذا القرآن الكريم، محتاجين نديله وقت أكتر. يعني عشان كده إن إحنا هنتلاقي إن إحنا في تمرينات معينة في الدورة، إن أنا هطلب منكم، لا أنا مش محتاج إن أنت تقرأ في كتاب تفسير، التمرين ده أنت هتتعايش فيه مع الآية، هتقرأها 10، 20، 30، 100 مرة، كل مرة تحاول تستخلص البداية بتاعتها، الأثر بتاعها، حاسب نفسك بيها، ممكن تقوم بيها طول الليل. دايما ما الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا في بعض الآيات، يعني بعض الصحابة كانوا يقوم الليل بآية. هو ليه بيقوم الليل بآية؟ هو بيتعايش مع، هي استوعب زي ما انت قلتي على مشاعره وعلى قلبه، وبدأ يتأثر بيها وبدأ يفكر فيها في أثناء الصلاة. يعني احنا مثلا سورة الفاتح، من التمرين اللي احنا بنركز عليها جدا سورة الفاتح. يعني سورة الفاتح احنا بنقرأها 17 مرة في اليوم، في الفروض فقط، ومع ذلك اصلا وهي ام الكتاب، ومع ذلك احنا يعني للأسف بقى الموضوع ان احنا بنقرأها قراءة بقت عادة، فلا نستخرج المعاني اللي فيها، مع ان هي دي لو حاولنا ان احنا لو تعايشنا معها وخرجنا بعد كل، يعني أنا لو تعايشت معها في الصلاة نفسها، أنا يعني من التمارين اللي احنا عملناها بنصل إلى درجة خشوع بتزيد مع الوقت. فالموضوع مركز يعني على التعايش مع الآيات، على العمل بالآيات، المحاسبة بالآيات، التخلق بالآيات، هو ده الموضوع. ما فيش مراجع معينة كذا، أنا يكفيني فهم المعنى الإجمالي، وبكرر تاني المعنى الإجمالي، لأن لا نستطيع أن نتدبر بدون فهم المعنى. طب أنا المعنى الإجمالي واضح، يعني إيه المعنى الإجمالي؟ يعني أنا قرأت الآية، الآية دي بتتكلم عن موضوع معين، ما فيش فيها كلمة خلت المعنى يغيب عني، فخلاص أنا كده أبدأ أفكر فيه. طب أفكر فيها إزاي؟ بعيد تكرار الآية، بحاول إن أنا يعني اكتب الهدايات اللي انا بتصني، لازم ندون، لان الهدايات دي يعني زي ما بيقول هي نفحات من الله سبحانه وتعالى، ممكن اثناء القراءه اجد يعني نفحه من الله سبحانه وتعالى او مثل الوحي كده، لو لم اكتبه لا يعني الشيطان سينسينيه يعني. فوضحت النقطه دي، بس المهم ان احنا هنلتزم بالتمارين اللي احنا هنعملها. يعني الدور اللي احنا الحمد لله بندرسها بقالنا اكتر من 8 سنوات، والمنهج ده منهج محكم عشان يبقى على أصول علمية، ولكن هو التركيز معانا هو الأساس هو القرآن الكريم. أنا كل اللي بعمله في الدور إن أنا بأشير إلى القرآن الكريم والآيات، وهي ستعلمني وستعلمك. نعم مبحت، بارك الله فيكم. بس العفو للنقطة الأخيرة، مدة الدورة، عدد المحاضرات، يعني كم مثلا محاضرة في الأسبوع حتى يعني واحد يرتب جدول، يعني جدول حياته. هي محاضرة واحدة في الأسبوع، ولكن التفاعل طول الأسبوع. يعني أنا عايز يعني إحنا هنتدبر طول الأسبوع يعني، لكن في محاضرة اللي هي الأونلاين دي بتبقى هي يوم واحد في الأسبوع اللي هو يوم الثلاث الساعة 9 مساء إن شاء الله. ممكن نشوف مواعيد رمضان، بس غالبا هتبقى المواعيد دي يعني هنشوف مواعيد رمضان، هنتفق مع الإدارة لو حسب التوقيتات بتاعت الناس، بس يعني ممكن تبع الساعة مثلا واحدة أو حاجة زي كده، لكن هي محاضرة واحدة في الأسبوع. ولكن يعني أنا مثلا التمرين هيتم ممارسة طول الأسبوع، في جروبات بقى طبعا هتبقى جروبات الوصل، جروبات الوصل دي للتفاعل حوالين الموضوع بتاعت الدورة، في تمارين هتتعمل. المهم ان التدبر طول الاسبوع، لكن المحاضره الاونلاين دي هي يوم واحد في الاسبوع.
وضحت ومدة نعم ومدة الدورة، يعني بكم كنت بنتكلم الدورة؟ مبدئيا في شهر، لكن انا يعني انا اهد يعني انا عاده الطلاب بتوعي انا ببقى مكمل معاهم، في ناس مكمله معايا بقى لها 8 سنين وموجودين النهارده يعني. لكن لان زي ما احنا قلنا ده الموضوع ده احنا بنتعايش مع الايات، بعد كده بنعمل حاجه اسمها مجالس التدبر، بعد كده لازم يكون في صحبه تتدبري معاها، عشان طبعا الشيطان يعني اولا بيحاول ان هو يلهي الانسان. النقطه الثانيه ان مجالس التدبر دي احنا بنبني عن معاني او الهدايات اللي بنستخلصها من بعض، فبالتالي بتبقى الفايده اكبر. بارك بس الله احنا فيكم. مبدئيا بنتكلم في شهر، حبيت تكملي معانا وان احنا لقينا في استعداد بنكمل، انتوا قلتوا خلاص احنا لا مش محتاجين خلاص. واضح؟ نعم، وإذا مثلا شخص قد مشى في هذا المجال يعني أو عنده أوليات في هذا الموضوع، يعني معاكم من البداية عندكم مستويات يعني؟ أنا ما فهمتش السؤال معلش، ما سمعتوش، في الصوت قطع. يعني العفو، مثلا مجالس التدبر، يعني مثلا قد يكون الشخص يدخل مبتدئ في هذا المجال مثلا أول مرة، وقد يكون الشخص مر بدورات في مجال التدبر، يعني عنده علم بهذا الموضوع، عنده تطبيقات، هل الكل في مستوى واحد أم عندكم مستويات، أو مثلا عندكم حلقات خاصة أناس يعني؟ هو كلنا بنتعلم يعني، عشان تبقي مدركة هو يعني عظمة القرآن الكريم إن إحنا كلنا يعني طلاب علمنا، فمهما على المستوى ممكن شخص مبتدئ الله سبحانه وتعالى يعني يلهمه هداية يعني لم تصل إلى أستاذ من قبل، ولكن إحنا بيعين كل منا الآخر، وكل واحد في المستوى وفي النطاق اللي هو فيه، ومع الوقت المستوى بيرتفع. واضحة النقطة؟ المهم إن إحنا نبدأ في المبادئ ومع الوقت هنلاقي إن المستوى بتاعنا بيرتفع يعني، والتعايش مع الآيات نفسها. تمام؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، شكرا. طيب هناخد آخر سؤال ونكمل عشان الوقت بتاعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله طبعا وبركاته. أنا بشكر حضرتك وبشكر منظمين الدورة إن هم يعني بيسمحوا لنا إن احنا نتعلم زيادة عن دين احنا ما كناش حاجات بعيدة عنها يعني. بس أنا كان ليا تعقيب كنت عايز أفهمه من حضرتك، هو هل المعنى الظاهري للآية هو ده الواحد ممكن يتدبر منه، ولا هو الموضوع ليه علاقة بالأحداث اللي حصلت في نزول الآية يعني؟ لأن يعني ساعات بعض الآيات بيبقى ليها أكثر من معنى، بيبقى ليها معنيين أو ثلاثة، فهل المعنى أنا كشخص أعرف المعنى أتدبر بالمعنى الظاهري للآية، ولا في حاجات معينة ممكن تبان لي من الحدث اللي حصل أثناء نزول الآية؟ طيب جميل السؤال، هو ده برضو ده هنتطرق ليه في الدورة. هو أنا هدفي من التدبر أو أنت هدفك من تدبر الآية ده إيه؟ وبناء عليه هنحدد مستوى الفهم اللي أنت محتاجه للآية. لو أنا أصلا في البداية إحنا التدبر لا علاقة له بالأحكام يعني، أنا لا أتدبر لأستخلص أحكام، الأحكام لها العلماء لها يعني لها أصول معينة وعلوم معينة ليتم استخلاصها. فإحنا بنتدبر فيما يتعلق بالقلب، كيف أصلح قلبي؟ تمام؟ لذلك التدبر عام. النقطة الثانية إن والله كل معلومة حوالين الآية هتفيدني، بس الفكرة إن أنا عايز أتعايش مع الآية أكتر وقت ممكن، يعني مثلا أنا بقرأ الآية فوالله أنا حبيت إن أنا أتبحر في التفسير بتاعها. تمام؟ حضرتك قرأت في كذا تفسير والكلام ده كله، فقدرت قعدت مثلا ساعة أو ساعتين جمعت كل المعاني المرتبطة بالآية وأسباب النزول وده ممتاز جدا. تمام؟ ولكن أنا عايز بقى يعني بعد ما عملت كده، لا هتدي للآية دي نفس الوقت بقى يعني القرآن نفسه المعايشة. أنا عايز يعني الاختلاف في الدورة دي إن أنا محتاج المعايشة أكتر مع الآيات يعني، إذا اتجهت للتفسير عشان تفهم معنى الآية خدت فيه ساعة، أنا عايز إن الآية دي أنت بعد ما فهمت الكلام ده هتفضل أنت طبعا كلما ارتقيت في المستوى وحصلت على معلومات أكتر حول الآية هتقدر إن أنت تحاول إنك تبحث فيها عن هدايات وأعمال أكتر. متفق معايا ولا مختلفين؟ اه طبعا طبعا متفق مع حضرتك. هي دي النقطة، في آيات تبقى واضحة ومباشرة. تمام؟ وخلي بالك ان الحاله النفسيه اصلا بتفرق، وهل انا اصلا بقرا الايه دي وانا ببحث عن حل مشكله
ولا انا مثلا بحاسب نفسي على موضوع معين، فكل ده بيبقى متعايش. الغرض اللي هو التعايش مع الآية، تمام، وان التفسير لا يصرفني عن القرآن. يعني التفسير مهم، تمام، ولكن ايه، حدي للقرآن الوقت الاصل. ده يعني التلخيص اللي احنا عايزين نعمله. واضح السؤال؟ شكرا. شكرا. طيب، هي الأستاذة صفاء طلب المشاركة، بس أنا هنخليه في الفصل الثاني عشان نكمل الشرح، وبعد كده هيبقى أنا بس أقدم قائمين في الدورة. هنخلي الأستاذة صفاء مش عارفة تعمل رفع الإيد، فهنرجع تاني لمشاركة يبقى احنا فهمنا الوقت. الشاشة واضحة قدامكم يا جماعة؟ لو الشاشة بس واضحة ظهرت قدامكم، نكتب حد يكتب لنا رقم 1. تمام. طيب، دلوقتي أنا وأنا بقرأ القرآن، فأنا بتلو أو بستمع القرآن الكريم، أنا بيبقى نيتي إن أنا أنتفع بهذا القرآن الكريم. ده مهم جدا، إن أنا الغرض هو الانتفاع والهداية من هذا القرآن الكريم. أما تكون دي النية والهدف بتاعي، ببدأ أستحضر القلب إن هو يعني يتفاعل مع الآية ويتعايش معها، ويعني وبالتالي ده هيأثر معايا في الجوارح. يعني هندي آية أصلا بنقرأها ونشوف، إحنا في كتير منهم مفيش حد فينا ما عندوش مشكلة مثلا بيعاني منها. طيب، عندما نقرأ مثلا مثل هذه الآية، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. يعني خلينا نفكر مع بعض ونشوف فرق التعايش مع الآيات. يعني أنا عندما أكون في مشكلة ما، تمام، طيب خلينا وإحنا بنقرأ بقى نكرر الآية دي أكتر من مرة. إيه اليقين اللي ممكن يعني أحصل عليه، وإيه الآية دي ممكن تفرق معايا؟ إيه أهي آية ممكن أكون أنا بقرأها في خلال 5 6 سور قرأتهم في الورد بتاعي يوميا، وأنا في مشكلة ما وما خرجتش منها، أنا ببحث عن مخرج. أي مشكلة، يعني إحنا يعني لو في كتير من المهندسين في الدورة دي أو معلمين أو ذلك، أي مشكلة ببحث لها عن حل. طب الله سبحانه وتعالى يعني هو وعدك بإيجاد مخرج، المخرج ده إيه متطلباته؟ خلينا نتناقش في الموضوع ده، خلينا يعني نكمل موضوع الدورة. يعني أنتوا اقرأوا هذه الآية وشوفوا الأثر بتاعها. مين يقول لي يا جماعة؟ فعايزين يعني ايه الاثر من المخرج ينبغي له التقوى. تمام، ايه تاني يا جماعة؟ يبقى انا محتاج تقوى الله. تمام، يبقى انا عرفت المخرج، هوصل ممكن اصل ليه بالتقوى والتوكل على الله سبحانه وتعالى، اليقين. تمام، طيب ما احنا بنتكلم بقى ان احنا عايزينها نتعايش مع الايه، واعتقد ان الايه مثلا المعنى فيها واضح، يعني فعشان كده انتوا حتى بداتوا انكم تتفاعلوا معاها: المتقين تحت رعايه الله سبحانه وتعالى. تمام، طيب ده الفهم، انا فهمت وعرفت ده كده انتوا بتقولوا التفسير، يعني التفسير اللي هو المعنى، التفسير بمعنى المعنى، ان المخرج يعني بحصل عليه من التقوى. تمام، وان التوكل على الله يعني هيبقى مخرج ليه، الشرط كل ده احنا بنتكلم في معنى او في تفسير. تمام، عايزين بقى نتدبر. هنتدبر ازاي؟ اطلب الرزق من باب التقوى. تمام، كيف أتقي الله؟ إحنا كده بدأنا نسأل،
هو ده بقى ده الهدف من السؤال، انا ازاي اصلا اصل للتقوى؟ انا عرفت ان المخرج بتاعي هو في التقوى، طب ازاي بقى اصل الى التقوى؟ كيف اتقي الله؟ ده سؤال مهم جدا. فانا بدات اسال، تمام، هل انا متقي الله؟ تمام، بدانا نسال في ايات تانية اساسا، يعني في مواقف معينه عايز افهم معنى التقوى. تمام، يبقى اول حاجه ان انا وانا بقرا القران وجدت النص سبحانه وتعالى بيعدني بمخرج المشكله اللي انا بعاني منها واللي سالت فيها ناس كتيره ومش عارف ان انا اجد مخرج لي. بدات، طيب انا عايز بقى، انا كده خلاص عرفت ان المخرج في التقوى. طيب انا عايز، انا في الاخر انا عايز المخرج، يعني انا يعني ايه، رحت انا مريض ورحت للدكتور وقال لي انت علاجك كذا، يعني قول له المثل الاعلى، علاجك انك هتاخد الدواء ده، خلاص هاخد الدواء ده ولا مش هاخده؟ هاخد الدواء اكيد. طيب العلاج، المخرج في المشكله اللي انا فيها دي هو التقوى. طيب يبقى انا هحارب ومش هنام لغاية ما أعرف إزاي أكون من المتقين. من هم المتقون؟ تمام، أنا بدأت بقى أشوف هل أنا بقى من المتقين ولا لأ. طب بدأت أراجع بقى أعمالي، ممكن تكون المشكلة دي أساسا إن أنا بظلم مثلا حد معين، فده يتطلب إن أنا أتوب الله سبحانه وتعالى وأنقطع عن هذا الأمر. متطلب الدعاء من الله، مثلا انا مصر على ذنب معين ومش قادر اتخلص منه، فمحتاج ان انا، لا، ان انا بدعو الله سبحانه وتعالى ان هو يخلصني من هذا الذنب واجتهد ان انا اتخلص من هذا الذنب. فانتقلت، يبقى انا عندي هدف وهو الحصول على هذا المخرج، ان انا اخد الدواء ده، يبقى ده هدفي. خلاص، يبقى انا هتلاقي ان كل آية بحاول بعد ما قرأت هذه الآية ولقيت إن دي فيها العلاج بتاعي، ببدأ أدور طب أنا كيف أكون من المتقين؟ هتلاقيني انتقلت، طب هو إيه هو التقوى بقى؟ بدأت أبحث في القرآن الكريم عن التقوى. إيه معنى التقوى؟ كيف أكون من المتقين؟ ما هي أفعال المتقين؟ ما جزاء المتقين؟ عشان يديني يقين أكتر، يعني الله سبحانه وتعالى قال لي في مخرج. تمام؟ طيب نشوف آية هتدعم هذا المعنى برضه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. تمام، احنا كده دي الايه اللي احنا عايزين ننتفع بيها، نشوف ان احنا ازاي هننتفع بيها. تمام، احنا كده عملنا اثاره ذهنيه ليكم، شوقناكم للدوره. هكلمكم باختصار عن ايه موضوعات الدوره اللي احنا هنناقشها. عندنا مبادئ تدبر القرآن الكريم، أن أول مبدأ الهدف، لازم يكون لي هدف أثناء القراءة. إيه هدفي من القراءة؟ لو ماليش هدف إن أنا هقرأ وهنتهي القراءة وأنا معرفتش أنا كنت عايز أوصل ليه. ممكن يكون هدفك الحصول على حسنة، ده هدف رائع جدا، ولكن إحنا بنقول نقرنه بإنك يعني تكون بقى من إيه؟ من السابقين، من الذين يسارعون في الخيرات. يبقى أنت حريص على الحسنات، فالحسنات دي انا مش هجنيها من التلاوه فقط، انا هجنيها من التلاوه ومن التدبر ومن العمل بالايات ومن الدعوه من خلال هذه الايات. بدل ما انا كنت باخد حسنات الحروف فقط، لا، ده انا باخد حسنات الحروف، بحاول ان انا بصلح قلبي بهذا القران الكريم، بحاول ان انا امارس الجانب الدعوي اللي هو اللي كل مسلم مامور به، بحاول ان انا اكون من الذين يمسكون بالكتاب اللي هو الله لن يضيع اجورهم. فكل دي اهداف ان انا ممكن استحضرها. ففي البدايه بدات بهدف الحسنات ده، لا، المسلم يعني
ويتاجر مع الله سبحانه وتعالى. فلازم انك تحرص على ان تسارع في الخيرات. بعد كده ببدأ أسأل الآيات، انا زي ما احنا شفنا التقوى، طب انا بقى عايز اشوف ازاي بقى عايز الدواء ده، يعني ازاي ان احصل على الدواء ده؟ يعني هو القرآن هو شفاء، يعني ازاي ان انا يعني القرآن يكون مدخل للخروج من المشكلات اللي انا فيها، مدخل ان انا مش لازم اقع في مشكلة. طب ما انا ممكن اخطط بحياتي، يعني انا اريد مثلا ان اكون من عباد الله الصالحين، انا اريد ان اكون من اولياء الله، يعني فاستحق رعاية الله سبحانه وتعالى، فكيف اصل الى ذلك؟ يعني مش لازم ان انا اقع في مشكلة، انا ممكن ابتغي درجات اعلى. يبقى احنا بنتكلم على تحديد الهدف، على سؤال الآيات، بتكلم على التدبر على مستوى الكلمة. انا دلوقتي بدأت عشان افهم ازاي اكون من المتقين، ممكن ان انا اقعد افكر ازاي ابقى من المتقين، بس الافضل ان انا استخلصها من القرآن الكريم نفسه. يعني ممكن ابدأ اجمع الآيات اللي اتكلمت عن التقوى في القرآن، واشوف من خلال هذه الآيات والبحث في التفسير إيه هي التقوى. وطبعا لازم أدون اللي أنا بصل ليه، عشان في الآخر يبقى في مخرج أساسا أشتغل عليه عشان ما ننساش. التدبر على مستوى الآية، السياق بقى بتاع الآية، كل آية لها سياق، وهل السياق ده كافي؟ يعني هل الآية كافية ولا محتاج إن أنا الآية اللي قبلها واللي بعدها عشان أفهم المعنى ويكون المعنى واضح؟ ممكن نكون محتاج الصورة بالكامل عشان نصل لهذا المعنى أصلا، أو القرآن الكريم كله. يعني ممكن أنا ببحث عن الكلمة في الصورة أو في القرآن الكريم أو في جزء معين، تمام، الكلمة وأنا بس بدور عليها زي كلمة التقوى أو كلمة الإيمان، ممكن عن طريق الكلمة ومشتقاتها أو عن طريق التضاد بتاعها. يعني مثلا لو قلنا إن الإيمان التضاد بتاعه الكفر، فأنا يعني لكي أصل إلى الإيمان يعني وأتخلق بأخلاقه وأقوم بأعماله برضو لازم أخالف الكفار والمنافقين، تمام، التتبع بتاع موضوعات الصورة. فده عموما اللي احنا هنناقشه. في نقطة مهمة جدا، لا يعني لو أنا أريد أن أتعلم من القرآن الكريم، لا أدخل على القرآن بأفكار مسبقة. يعني إيه لا أدخل بأفكار مسبقة؟ يعني ما يكونش في فكرة معينة في دماغي وأنا داخل أثبتها أو أن أنا أشوف ليها مخرج، لأن الشيطان هيخدعني، هيخليني أسقط الآية على الفكرة اللي عندي. لا، أنا ببحث، أنا طالب علم في هذا القرآن، أنا أريد أن أهتدي بهذا القرآن، هو النور، أنا ماشي في ظلام وببحث عن هذا النور. المعنى القرآني والمعنى الاصطلاحي، هل المعنى اللي موجود ده هو نفس المعنى في القرآن، أم في اختلاف بينهم، أم بيكملوا بعض؟ دي النقاط اللي احنا هنناقشها في الدورة. انا هتوقف هنا واسمع نقاشكم، وبعد كده هندي تمرين والواجب، ونلتقي الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب احنا هنبدأ بالاستاذة صفاء، لان هي كانت بتقول انها مش عارفة ترفع ايديها، فلو هي موجودة وبعد كده نكمل الاسئلة. لو شنس ممكن بس يفتح لها المايك، لان هي مش قادره ترفع، مش قادره تستخدم الريز هاند. صفاء موجوده؟ طيب لو نشوف مين، خلينا نتناقش في اللي احنا قلناه. هو ده صورة عامة، أنا بس حبيت أديك صورة عامة عن الدورة. افتح المايك، أنا فاتح دلوقتي المايك للكل، بس يعني علشان أنا مش لاقي الاسم. طب أستاذة صفاء موجودة ولا خرجت؟ أنا بسألها هي، مش عارف. طب لو هي المفترض إنها موجودة. طيب هي بس تضغط على المايك هيفتح. طيب ممكن حد يعني يبدأ يتفاعل لغاية ما هي نقدر يفتح لها المايك. باشمهندس محمود حضرتك رافع ايدك، ممكن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذن حضرتك، أنا بنتي بتدرس دورة تدبر أعتقد مع الدكتور شريف طه لو أنا فاكر الاسم صح، وهو صحيح. قريب من حضرتك. حضرتك تعرف الشخص ده وكده الدكتور شريف طبعا. طه؟ وهي نفس المنهج، إن هي ليها سنتين في حاجة اسمها المستوى الأول أو المرحلة الأولى، ومش ما فيش تركيز قوي على الحفظ على التوازي مع الموضوع التدبر. فأنا دايما أتناقش معاه في الموضوع دوت، ويعني فهل هو يعني في يوجد ما يمنع ان انا اخد ده مع دوت، ان انا بقى عندي ورد حفظ استفيد من الوقت مع التدبر، والاتنين مع بعض يبقوا بيكملوا بعض وما فيش اكيد تعارض، ويعني وهو مسار واحد يعني. فدايما بيحصل بيني وبينها الحوار ده ومش بنوصل لنتيجة يعني. فممكن حضرتك توضح لنا الجزئية دي وكده، جزاكم الله خير. طيب، هو ما فيش تعارض بين التدبر والحفظ؟ او يعني هو الفكره في ايه؟ ان هو بالعكس، هو يعني احنا يعني المنهج اللي احنا بنتكلم عليه في التدبر عند يعني ازاي بتدبر الايه؟ انا اقرا الايه اكتر من مره، تمام. طب انا بقرا الايه قراءه صحيحه، بكرر الايه كده، فايه المانع ان انا اخلي ان الحفظ هو وسيلة اللي هي للتدبر؟ بس ده ممكن الإشكالية في إيه بقى؟ الحفظ المرتبط بالتدبر ده ممكن تبقى الكمية أقل، بس خلي بالك إن هو أرسخ للذهن. يعني لو الطفل، أنا معرفش سن بنتك قد إيه، بس هو أنا عارف إن الدكتور شريف يعني هو المنهج بتاعه عادة لصغار السن، فالوقت ممكن الكمية تقل، بس الحفظ هيبقى أرسخ، لأن الحفظ بدون فهم للمعنى بيضيع، لأن هو بيبقى حفظ بالشكل. لكن تخيل إن أنا قرأت الآية، قرأتها أكتر من مرة، بدأت أستخلص الهدايات اللي فيه، بدأت تبقى أعمال ليا، ده يعني دي معايشة كاملة للقرآن الكريم. هو ممكن تكون الكمية هي اللي فيها مشكلة. فأنا عايزك تناقشني. كاش شريف معايا؟ ألو، أنا صوت واضح يا جماعة ولا صوت ضاع؟ ايوه انا مع حضرتك. لا انا اعتقد حتى في السنه الكامله الاولى ما كانش عليهم مقرر حفظ تماما يعني، وهي اللي هي في جامعه يعني، في سنه رابعه جامعه، سنها مش صغير ولا حاجه. اختها بقى على التوازي خدت المجال اللي مش نقول الاخر، ركزها على الحفظ واتمت كتاب الله وبتاخد سند واجازه، كل واحده فيهم مدرسه لوحديها يعني. فحتى ما يعني واحدة ماشية في تدبر وليها سنة كاملة. هي طبعا التدبر بيحسن في السلوك وفي طريقة التفكير، ومعايا حضرتك. معاك. أختها التانية ما شاء الله ركزت في إتمام القرآن وأتمته حفظ، ما كانتش في تدبر، وبتاخد سند وإجازة دلوقتي. فهل في يعني ما يعدي عام كامل ولسه ما نزلش مقرر الحفظ، فهل دوت يعني عادي، أو هل يعني قد يساء الفهم انه تقليل من شأن الحفظ نفسه مثلا لو يعني جاز لا، هو التعبير مش يعني؟ موضوع تقليل من الحفظ، عشان برضه انت زي ما يعني مثلا انا قلت مثلا في الدوره دي انا مش هدرس تجويد، الدوره دي انا مثلا ماليش دعوه بالتحفيظ، تمام. هو برضه الدكتور شريف هو ما قالش ان هو هيحفظ في خلال الدوره بتاعته، تمام. انت ممكن يعني تصاحب البرنامج بتاعه لو انت حابب انها تحفظ، حد يعني يبقى في برنامج حفظ موازي لدوت، مش هيبقى في تعارض بينهم. يعني لو حضرتك عايز ان الكميه تبقى اكتر، ان هو الدكتور شريف، هي الفكره ايه يا جماعه؟ ان كتير جدا بيقوموا بالتحفيظ، لكن اللي بيقوم بتدبر الكميه الناس قليله، واللي بيقوم بالكلام ده بصوره يعني صوره سليمه اقل كمان. فهي الفكره ان حضرتك ايه الهدف من دخول الدوره معاه، ايه الهدف من حضور الدوره معاه؟ انا الهدف عندي مش الحفظ، انا قلت ممكن الحفظ هيكون يعني ايه مرادف للتدبر نتيجة إن أنت بتكرر قراءة الآية أكتر من، لكن أنا ولا يعني أنا مش مسؤول إنك تحفظ أو ما تحفظش، مش مسؤول عن التسميع بتاعك، مش مسؤول عن تصحيح التجويد بتاعك، ده دي مدارس مختلفة. معايا في النقطة دي؟ فأنت ممكن لو المشكلة دي بتقابل، أنت بتقول إن هو التدبر، لا هو بالنسبة لها المخرج بتاعها كويس كتدبر وتغيير في السلوك وما شابه، ممكن حضرتك تلحقها ببرنامج يمكن كمية أقل شوية، نفس البرنامج اللي اختها التحقت بيه مثلا،
ولا انت ايه رأي حضرتك؟ فكده يبقى انت حضرتك ودينت من الاثنين يعني. ان هو الفكرة، هو هدف الدكتور شريف اللي هو ان الناس تتدبر القرآن الكريم وتعمل بيه. تمام. انما هو مش وارد امكانيه دراسه حضرتك، ان احنا انا كنت في دورات قبل كده علميه متخصصه، ومثلا كان بينزل عليا كل سنه مثلا حفظ 5 اجزاء، فبيخلص معايا العام، ببقى خدت الدوره بتاعه المتخصصه وخدت معايا ال5 اجزاء. فلو في حاجه يعني حتى لو حضرتك قلت قدر بسيط يعني، بيمشوا مع بعض بيجروا بعض يعني. ما هو ده بقى حسب هو المنهج اللي هو بيقوم ده بيبقى باين في يعني هي في اما الاهداف بسألها بتقول لي بتاعته. هي مراحل يعني، هي بتقول لي ان في مرحله هتيجي للحفظ يعني، تقريبا بعد المرحله الاولى بيبدأ ينزل فعلا 5 اجزاء وبيزود بقى يعني، هي في مرحله فيها بيهتم بالحفظ وكده يعني، يبقى ده موجود في يبقى دايما انا البرنامج. بقول لك هو بيرسخ النقطة اللي غايبة، اللي مش موجودة عندها، اللي هي مش هتلاقيها عند حد عنده. تمام. بالتالي لما هي تبدأ تحفظ هتلاقيها هتحفظ أسرع، هتحفظ بفهم اكتر، هتحفظ بتطبيق، هيبقى خلق ليها. نعم تمام. نعم هو حسب انت حضرتك لو شايف انك لا محتاج كذا، ممكن لو هي في عندها وقت وتقدر تعمل برنامجين متوازيين مع بعض انت يعني، ده بقى اختيارك. لكن هو تركيز الدكتور شريف على موضوع التدبر، واحنا عموما اللي بيركز على التدبر لان ده بياخد وقت. انا يعني بقول لحضرتك حضرتك بتتعايش مع الايات. تمام. نعم وخلي بالك هي مع الوقت هتحفظ يعني، هو مع الوقت هي عندما اتعايش مع الآية يعني. لما اقول لك ان انا محتاج ان انا اكرر قراءة الآية 20 مرة، خلاص انت حفظتها اصلا. انت معايا بس طيب، هي في الكمية حاجة يعني اقل. أخيرة حضرتك، حاجة أخيرة، معرفش هل سمات شخصية عندها ولا هي برضو ما عندهاش النفع المتعدي للغير يعني، بقول لها اشتغل على الأسرة، على إخواتك، على والدتك، جمعيهم، اشرحي ليهم اللي أنت بتاخديه يعني، لسه برضو الحاجات دي ما يعني ما يعني يعني ما حصلتش أوي، ولا دي سمات شخصية بقى بتختلف من شخص لا لآخر؟ هو يعني محتاجة، ممكن في عندها رهبة أساسا، وفي ناس يقول لك لا أنا مش قادر، أنا يكفي إن أنا أتحمل مسؤولية نفسي مثلا يعني مثلا. فممكن تخليها تنضم معانا الدورة وتشوف يعني، نحاول إن إحنا بقيت أنتوا الاتنين في دورة واحدة، فهتبدأوا تتفاعلوا، فبقية الأسرة انا فعلا هتتفاعل. اتصلت بيها وبلغتها، بس كان في مشكلة في النت، انما هتبقى معانا ان شاء الله. وشكرا إن شاء لحضرتك، الله. شكرا. جزاكم الله خيرا، شكرا لك. مش في حد عنده أسئلة تانية؟ الأستاذة صفاء كانت بتقول بتحاول تفتح المايك بس مش شغال معاها. صفاء ممكن حضرتك بس جربي تفتح المايك كده تاني؟ وفي رسالة بتظهر لحضرتك كده بيقول لك unmute، ممكن بس حضرتك تضغط عليه؟ طيب لو في حد عنده أسئلة تانية برضو وقتكم. يا استاذ الصفاء دلوقتي كو هوست يعني، تقدر تفتح المايك لوحدها، هي تضغط بس على المايك. هو ممكن يكون في مشكلة عندها في المايك نفسه يعني، فهي خليها أما يتاح ليها تتكلم عشان وقت الناس. مين يا جماعة تاني عنده أسئلة نحاول نوضحها؟ يبقى انا برضو هلخص اللي احنا قلناه تاني. انا بهدف الى ان ده منهج تطبيقي، ان احنا نتعايش مع القرآن الكريم. انا كل اللي انا بعمله ان بحاول ببعض المبادئ البسيطة ان انا اشير الى الآيات، ولكن الهدايات انتوا اللي هتستخلصوها من هذا القرآن الكريم، وهنعمل بيها وهنحاسب نفسنا بيها. فهدف الدورة انت ستتعايش مع آيات الله سبحانه وتعالى اللي هي الهدى. المنهج ده احنا بنتكلم فيه، احنا لا نح يعني انا ما عنديش منهج هدايه، الهدايه هي في القرآن الكريم. انا كل اللي انا بقوله يا جماعه، الكتاب ده كتاب هو الهدى، هو النور، عايزين نستفيد منه، خلينا نشوف ازاي نستفيد منه مع بعض. اتفقنا؟ فهيبقى الهدف هو التعايش مع الآيات. موت الدورة احنا بنتكلم في مبدئيا شهر يعني، خلينا المستوى الأول شهر، وهيبقى فيه اختبار بعد المستوى الأول، وبعد كده نشوف المستويات التانية هتتعمل ازاي. في أسئلة يا جماعة تانية؟ طيب احنا اتكلمنا عن تحديد الهدف. تمام. ان انا مهم اعرف هدفي من القراءة، انا هدفي ان انا اهتدي بهذا القرآن الكريم وانتفع به. تمام. ده من اول اهدافي.
مثلا هدفي ان انا ابحث عن مخرج في مشكله لي، هدفي ان انا مثلا اريد ان اتخلق بخلق معين، فابحث عن اصوله في القران الكريم لتكون على اساس سليم. تمام. طيب النقطه الثانيه اللي مهمه جدا دي، اللي احنا بقى فيها تمارين وهنعملها مع بعض، اللي هي سؤال الايات، اللي هو زي ما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كل تسوير القران. ايه تسوير القران؟ ان انا بسال القران يعني الايه دي كيف انتفع بها، يعني اول سؤال، يعني انا عايز انتفع بهذه الايه، يعني كيف انتفع بهذه الايه. تمام. كيف اطبقها؟ ممكن نسبق كده ايه معنى الايه، لو في يعني معناه، اول حاجه هعرف ايه معنى الايه دي. ايه عرفت المعنى؟ طب انا ما عرفتش المعنى الصعب عليا لغويا او كده، لا، محتاج ان انا اشوف كتاب تفسير. خلاص بشوف في كتاب تفسير، بس بعد النقطه بقى اللي بنركز اهي، بعد ما عرفت التفسير وقرات في التفسير، خلاص ما بتكتفيش بكده، ابدا ان انا افكر في الايه. طب ازاي بقى ان انا استفيد بيها؟ ازاي هطبقها؟ وادون، مهم جدا ان انا ادون. فانا لازم ادون اللي انا الهدايات اللي انا بوصل لها. بعد كده طيب كيف اعمل بهذه الهدايات؟ يعني ازاي ان انا هطبق الايه دي؟ تمام. طيب انا بس في سؤال هشوفه، سؤال السير الصعب الحقيقه، انا ارجو اذا كان ممكن نتدبر باب معين في القران، لكن باب المعاملات بين الناس او باب اخلاق المسلم، ونتدبر ايات القران في كل باب. طيب انا هقول لك يمكن المنهج بيركز على نقطة أكتر من كده، أنا بفتح لك الباب وأنت بتكمل، يعني أنا بقول لك يا جماعة ده المفتاح وأنت بتشوف إزاي هتكمل. هيبقى فيه تطبيقات وأمثلة تطابق اللي أنت بتقوله، يعني إزاي إن إحنا مثلا المعاملات بين الناس، الأخلاق، ممكن في الآية معينة بنشوف الموضوع ده، كل آية بنستخلص منها الهدايات اللي هي فيها. تمام. ده الرد على الباشمهندس حسن أو الأستاذ حسن. طيب في وسائل بقى هتعيني على الانتفاع بالقرآن الكريم، إن أنا بقى أجتهد في التعامل مع القرآن الكريم كأنه أنزل علي. دي نقطة مهمة جدا، أنا أريد أن يتنزل هذا القرآن على إيه؟ على قلبي، يعني أنا مش الله، يعني كل ما كان عدوا جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فهذا القرآن يتنزل على القلب، يعني لا يجوز أن القرآن ده لا يتجاوز ألسنتنا، يعني ده لازم إن هو بقرأ باللسان وبستمع وبنصت، وإن هو يتنزل على قلبي وتتأثر به جوارحي. ده الهدف اللي أنا عايز أتعامل فيه مع القرآن الكريم. ف تعامل القرآن مع القلب ده مهم جدا، لازم إن أنا أجتهد إن أنا أتعامل مع هذا القرآن الكريم كأنه أنزل علي. طب ده هيجي إزاي؟ ده هيجي إن أنا أدي وقت أكتر للقرآن الكريم، أختار الوقت المناسب. تمام. ممكن إن أنا مثلا بستغل أوقات المواصلات أو الوقت اللي أنا ماشي أو براجع حاجتي، بس لازم يبقى في وقت يكون إن أنا يعني أقدر أطلع أو أستخرج هدايات أو أعمل القرآن الكريم، ده لازم يكون وقت تركيز. يعني الفهم الإجمالي للآيات من خلال إعمال العقل، زي ما احنا قلنا الفهم الإجمالي، أنا فهمت المعنى الإجمالي، والله لو في جزء غاب عني فبضطر إن أنا يعني لازم أبحث عن في كتاب تفسير أو في كتاب لمعاني القرآن الكريم بحيث إن هو فهمني الآية، عشان أنا لن أستطيع أن أتخبر شيء لا أفهم معناه. القراءة بترتيل وصوت مسموع، يعني ده بيخليني استخدم كذا حاسه، زي ما احنا قلنا يعني احنا بنعمل تدريب للناس ان استخدام اكتر من حاسه بيبقى بينبه العقل وبيزيد التركيز، يعني الاكثر من تلاوه القران الكريم. ف يعني طبعا كلما قرات اكتر، تمام، كلما يعني تعاملت مع الايات، مع ايات اكتر، فبالتالي هتعرض لهدايات اكتر، فهيبدا في تاثر اكتر. طبعا الدعاء ان انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يلهمني ويهديني الى الصراط المستقيم، وانه يعني ويفتح علي بالهدايات ويجعلني من المتقين. طيب انا يعني
هشرح دي وبعد كده هتوقف وهنقول ايه التمرين المطلوب عشان نجهز المره الجايه. ايه اللي يخليني يمنعني من الاستفاده من القران الكريم؟ غياب الهدف. انا ما عنديش هدف اصلا من القراءه، انا مسكت المصحف او انا ماشي فقرات شويه وخلاص يعني. فايه الهدف بتاعي؟ يعني خلينا نقرا الهدف بالنيه، يعني ايه نيه القراءه؟ فنبدا يعني يبقى تجار نوايا بقى كده. لا انا عايز ان انا اصل على الحسنات بكل حرف، جميل جدا. طب انا بقى كمان عايز ان انا يعني اقرا او استمع الى اوامر الله سبحانه وتعالى في القران وقل سمعنا واطعنا. عايز اكون من السابقين بالخيرات، عايز اكون من الامنين بالمعروف والناهين عن المنكر. فكلما عظمت الاهداف كلما زادت اختلاط النوايا. لابد يعني ان اجرد النيه لله سبحانه وتعالى، لابد من الاخلاص، تزكيه القلب. طبعا الكفر بالآخرة، الكفار يعني الكافر المعاند، فهذا القرآن كان يزيده ضلالا، يعني هو كان يستمع الآيات فيعرض عنها يعني ويزيد في تعذيب المسلمين. المجادلة يعني هو بيجادل بغير علم، يعني هو بيجادل لمجرد المجادلة، بيتبع هواه ويتبع الشيطان ومش عايز يستمع الآيات وبيقول برأيه وخلاص. هو مش الكبر يعني، هو شايف ان هو يعني مش محتاج حاجة تانية، هو يكفيها عقله يعني. تمام. فانا عشان ما اطولش عليكم، احنا عايزين نشوف ايه التمرين اللي جاي ان احنا هنعمله. احنا في البداية احنا هنركز زي ما بنعمل كل مرة على سورة الفاتحة. احنا هنقرأ هذه السورة يعني كلنا حافظينها طبعا، فعايزين نراجعها على قد ما نقدر ونشوف ايه ممكن يكون الهدف اللي هتخلصه من هذه من هذه السورة، يعني ايه هيكون هدفي من قراءة سورة الفاتحة. تمام. النقطة الثانية، عايز ابدأ اثير اسئلة حوالين الايات اللي في السورة. اثارة اسئلة فقط، لا يعني ده نحاول الحصول على أجوبة. أنا هسأل فقط يعني مثلا أقول إيه مثلا، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ كيف أهتدي للصراط المستقيم؟ دي نقطة محورية إحنا لو وصلنا لها خلاص يعني مش محتاجين حاجة من الدنيا بعد كده. يعني إذا أنا أستطيع أن أهتدي للصراط المستقيم خلاص أنا بالنسبة لي كده وصلت، مش عايزين أكتر من كده أصلا. نشوف بقى الرحمن الرحيم، مثلا اي سؤال يخطر في بالك دون. طيب التمرين هنعمله ازاي؟ هنقرا السوره تمام ونكررها. في كل مره بقرا السوره بكتب الاسئله او الهدايات اللي يعني الاسئله اللي بترد دي. تمام. طيب بعد كده اقراها مره تانية، احاول ان انا استخرج اسئله تانية. انا بحاول اتعلم ازاي ان انا اثير اسئله. تمام. من خلال إثارة الأسئلة دي هندون الأسئلة كل مرة. يعني مثلا هكتب المحاولة الأولى دي الأسئلة اللي وصلت لها، المحاولة الثانية الأسئلة بكرر تاني. مش هنحاول نجيب على الأسئلة دي، أنا عايز أتدرب على العصف الذهني، أنا عايز أشوف إزاي أتعلم إن أنا أسأل. لو اتعلمت إزاي أسأل بعد كده هتعلم إزاي أجاوب. لكن النقطة الثانية هنحاول بنفس التمرين ده إن إحنا نزود درجة الخشوع في الصلاة. سورة الفاتحة موجودة في كل الركعات، هنتكلم في 17 ركعة في الفروض. تمام. إحنا الشهر الجاي يعني الأسبوع الجاي كمان هيبقى دخل معانا رمضان، فهنزود مثلا اللي هيكون بصلاة القيام أو صلاة التراويح فزودنا كمان أكتر، فهنقرأ السورة أكتر، فتعايش مع السورة. احنا كده الهدف التمرين التعايش مع سورة الفاتحة، استخلاص أسئلة منها، كتابة هذه الأسئلة، واديها وقت أكتر في الصلاة. يعني بلاش إنها يعني تتصلى، يعني لو بتصلي الفرض في 5 دقايق خليه 7 دقايق وادي السورة حقها شوية، يعني فكر فيها وانت بتقرأ. ده التمرين المطلوب. هيتسلم ازاي؟ هنتفق مع الناس الأكاديمية نشوف ازاي الواجبات هتتسلم.
ماشي، أنا بشكركم، ولو لكم أي أسئلة ولو أطلت عليكم أنا بعتذر. ألو، في أسئلة يا جماعة؟ طب أنا صوتي واضح؟ عشان أنا حاسس إن مفيش حد معايا. طيب التمرين المطلوب واضح؟ تمام. أنا بكرر تاني، أنا عايز أتعايش مع الصورة. إحنا مختار صورة كلنا، إحنا مفيش حد مش حافظها، عايزين نتعايش معاها بقى، مش عشان إن هي صورة إحنا عارفينها إن إحنا هنهملها، لأ، يعني عايزين ندون. المهم بقى هنتعلم التدوين، هنتعلم بقى نحاول هنزود الخشوع عندنا شوية في الصلاة، عن طريق إن إحنا يعني إيه نقف عند، هندي كل آية حقها، بس فكر فيها وأنا بصلي، خليها تتنزل على قلبك، يعني تعدي من اللسان شوية، تعدي لغاية تدخل بقى كده، شوف هتوصلها للقلب إزاي، عن طريق السمع ولا شوف هتوصلوها إزاي، المهم تاخد الوقت ده. طبعا بالنسبة لتسجيل الحضور يا دكتور، هو احنا بنبعت الرابط آخر كل محاضرة، زي الرابط اللي موجود في الشات دلوقتي، وموجود ليه نسخة موجودة على البث المباشر لو في حد بيستمع لينا على منصات البث المباشر. أما بالنسبة للواجبات فإن شاء الله هنعمل ليها جوجل فورم، بحيث إن كل واحد فينا مثلا هيخلص مثلا العمل بتاعه، مثلا هيعمله بي دي إف واحد ويرفقه للإيه للملف، يعني يجمع كل الحاجة بتاعته كده في ملف بي دي إف واحد ويرفعه، وانا برضه هسجل للناس فيديو اللي هو ازاي يقدر يعمل حاجه لو مكتوبه بالايد، حاجه موجوده على الوورد برضه، قلت افضل ان هي تبقى وورد كامل اللي هو يعملها بي دي اف، بحيث ان ايه ما يحصلش اي مشاكل، يعني لو حد بيحب الكتابه ويرفعها ان شاء الله في جوجل فورم، بحيث ان هي ايه تبقى اكثر تنظيما ونقدر نوصلها بشكل احسن، بحيث الرصد درجات الناس وحاجه زي كده. ممتاز جدا. انا يعني بعت دلوقتي رابط الحضور موجود في الشات، يا ريت بس محدش يغادر من غير ما يسجل رابط الحضور.